قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إن اللجنة العليا للسياحة العلاجية تضم عددا من الوزارات المعنية بذلك المجال كوزارة الدفاع والصحة والخارجية، مضيفا خلال اجتماع للجنة أن هناك قطاعات أخرى تتعاون مع اللجنة كالفنادق والشركات لتخفيض تسعيرة الخدمات وجلب السياحة لمصر بأشكالها المختلفة. لجنة السياحة العلاجية دي فيها جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة العلاجية، على سبيل المثال مثلا وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الاتصالات، وزارة الطيران، الاستعلامات، الخارجية، السياحة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الاستعلامات. هنلاقي ان كل الجهات اللي مرتبطة بموضوع السياحة العلاجية موجودة بشكل رسمي وقوي في هذه اللجنة. اللجنة دي بتشتغل، ده تاني اجتماع لها رسمي النهاردة، تم إقرار من هو أمين هذه اللجنة. دخلنا في اللجنة دي ناس من القطاع الخاص، شيء جيد جدا جزء القطاع الخاص يبقى معانا، دخلنا ناس عن قطاع الفنادق دخلوا معانا عشان دول بيساعدونا في تسعيرة الخدمات وفي جلب السياحة في مصر بأشكالها المختلفة. بنستفيد من تجربة مصر الناجحة في فيروس سي، ان احنا نجلب مرضى فيروس سي من العالم الى مصر. انا عايز اقول حاجة، ان في بعض الدول ودول كثيرة جزء من الناتج القومي للبلاد بلادهم بيعتمد على السياحة العلاجية. احنا في مصر عندنا اماكن سياحية، عندنا كوادر طبية، والنهاردة عندنا مستشفيات قوية في وزارة الصحة. سيادة الرئيس افتتح 35 مستشفى في الفترة اللي فاتت، شرم الشيخ كانت واحدة منهم، سانت كاترين عندنا، طابع عندنا مستشفيات، كلها مستشفيات دلوقتي بقت بكفاءة عالية جدا، احنا هنستغلها ان شاء الله في السياحة العلاجية.